26 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية سيتم الإفراج عنهم بعد أن صدرت اليوم لائحة بأسمائهم إثر موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية على إطلاق سراحهم من ضمن 104 أسرى فلسطينيين. تم الاتفاق مع الجنب الفلسطيني على الإفراج عنهم بوساطة أمريكية تمهيدا لانطلاق مسلسل جديد لمفاوضات السلام برعاية أمريكية. كل من تم إطلاق سراحهم زج بهم في السجون الإسرائيلية منذ 1994. فبقدر ما أثر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين 3 أيام فقط عشية انطلاق المفاوضات فرحة الفلسطينيين بقدر ما كان وراء غضب اليمين الإسرائيلي المتطرف على أن هذه المبادرة عقبها قرار تل أبيب ببناء مستوطنات جديدة بمجموع 1000 مسكن، وهو ما أثار احتجاج الجانب الفلسطيني وإن كان محتشما، إذ اكتفى المسؤولون الفلسطينيون بوصفه بالقرار العبثي الذي يهدف إلى نسف المفاوضات قبل انطلاقها، مما يعطي الانطباع باقتران الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ببناء مستوطنات يهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية، ويدخل في إطار الصيغة الأمريكية التي تبنها كاتب الدولة جون كيري لحمل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. بعد 3 سنوات من الجمود و60 عاما من الصراع، ستستأنف في 14 من الشهر الحالي الجولة الأولى من مفاوضات السلام الإسرائيلية بالتناوب في كل من القدس المحتلة وأريحة.